70% من الحالات التي تدخل غرف الإنعاش يتم إنقاذها حسب مختصين عن طريق تقنيات حديثة. في وقت كان المعتقد سائد أن كل مريض يصل الإنعاش لا يمكن إنقاذ حياته. حقيقة اختصاص الإنعاش الطبي هو اختصاص يعني اللي نتلقاو فيه مرضى في حالة جد خطيرة، يعني في الحالة النهائية من المرض. مثال لما يجيك مرض اونيتا شوك سيبتيك، حب يقول باللي من قبل هذا المريض هدايا الحالة تاعو ولات غير ممكن ان نعالجوها في مصلحة عادية. كي يلحق لنا وباش نغيروا المعتقدات من المشاهد الكريم، الحمد لله في الجزائر في معظم مصالح الانعاش الطبي عندنا حالة وفيات لما تعداش 30%. 70% 7 على 10 مرضى اللي يدخلوا للإنعاش يخرجوا حيين. أطباء ومختصون يؤكدون أن حالة المرضى تكون حرجة عند تحويلهم إلى مصالح الإنعاش، ما يعقد الأمور قليلا، لكن توفر الأجهزة الجديدة والتقنيات الحديثة بهذه المصالح من شأنه تسهيل المهمة على الأطباء. تقنيات من بينها تقنية مثلا الإكمو اللي هي تقنية مستعملة الآن، تقنية حديثة اللي تسمح لنا أن ندير الأكسجين في الدم من غير ما يكون تنفس اصطناعي عن طريق يعني لاباغي دو ليكمو. هذا لو رايح يمد الأكسجين في الدم دون التطرق إلى تنفس اصطناعي. إنشاء مصالح خاصة بطب الإنعاش عبر كل المستشفيات وعدم الاكتفاء بالطبيب المخدر في قاعات العمليات بات من الأولويات لمواكبة التقنيات الجديدة في العلاج وإنقاذ حياة عديد الحالات المستعصية.